مساء الخير يا شباب، ازيكم؟ الصورة واضحة، الصوت واضح. مش حد بيرد ليه؟ لو حد يعني يقدر يرد علينا في المايك. كل حاجة واضحة يا دكتورة، كل حاجة واضحة. طيب احنا كنا بنتكلم في الفصل الثالث عن الحملات الإعلانية والإعلان بصفة عامة، وبعدين اتنقلنا في كلامنا عن الحملات الإعلانية، ووصلنا يعني ايه الحملة الإعلانية وتخطيط الحملة الإعلانية. فنفتكر كده من بعض يعني ايه حملة إعلانية. كلمة حملة هي يعني تصميم لمجموعة من الأدوات التسويقية، أو لو بنتكلم عن الإعلان يبقى تصميم مجموعة من الإعلانات، أو هي حملة تنشيطية بقى تصميم مجموعة من الأدوات التسويقية. اللي يعني الإعلانات دي بتكون ليها رسالة موحدة، يعني الهدف منها واحد، تلاقي الشعار بتاعها واحد، اللوجو واحد، يعني المضمون أو المحتوى غالبا واحد، بتوجه لجمهور معين، وذلك لتحقيق أهداف تسويقية وبيعية محددة. الهدف طبعا اني اوصل للبيع، فيعني بحقق اهداف التسويق والبيع من خلال هذه الحملة المكونة من مجموعة اعلانات مختلفة. طبعا في عمليات او خطوات بتتبعها اي حملة اعلانية، ويعني ممكن الخطوات دي تختلف من حملة إعلانية لأخرى، وممكن التتابع بتاع الخطوات دي يختلف برضو من حملة لأخرى، لكن في المجمل الخطوات دي يعني ما بتخرجش عن التالي. أول حاجة تحديد الجمهور المستهدف. لازم عشان أخطط أي حملة إعلانية لازم أحدد مين الجمهور اللي أنا هوجه له الرسالة دي. رقم 2، تحديد الأهداف الإعلانية. الهدف من الحملة بتاعتي ده أنا عايز أحقق إيه، أوصل لعدد كم من المبيعات، نسبة كم مبيعات، عدد كم سائحين، عايز أعمل تنمية للمنطقة، عايز أعمل يعني تطوير لأي حاجة أنا بعمل إعلان عنها. فكل ده أهداف إعلانية برضو لازم تكون محددة قبل ما نبدأ في الحملة. كمان عندنا تحديد مخصص للحملة الإعلانية. يعني ايه مخصص؟ اللي هي البادجت أو النسبة الماني أو الفلوس اللي أنا هحطه عشان أصرف على الحملة، لأنه أنا ممكن الإعلان ينجح معايا وأبقى مبسوطة بنجاح وابتدي اقعد اصرف اكتر على استمرار الاعلان، وطبعا الميزانية بتاعتي ما تكفيش لهذا الكم من الصرف، فابتدي احس ان انا خسرت اكتر من هكسب. فبيبقى فيه طريقة لتحديد مخصص الحملة هناخدها برضو لما نيجي للشرح بتاعها. في تحديد للرسالة الإعلانية. بعد كده من الخطوات بتاعة تخطيط حملات الإعلان لازم بقى أحدد الرسالة الإعلانية هيبقى فيها إيه بالظبط.
بعد كده عندي اختيار خطة وسائل النشر. انا هنشر الرسالة العلمية بتاعتي دي في انهي وسيلة نشر، هل في الجريدة، هل في مجلة، هل في التلفزيون، هل في اذاعة، هل في انترنت. فبرضو بحدد وسيلة النشر والخطة بتاعتها. يعني انا هعمل في الراديو في الفترة من كذا لكذا، في ايام كذا كذا، في توقيتات كذا كذا. فدي خطة خاصة بوسائل النشر، الراديو، التلفزيون كده، الصحف كده. رقم 6، انا بعمل بقى تنفيذ الحملة الاعلانية. خلاص اتفقت مع وسائل الاعلان اللي هنزل فيها الاعلان بتاعي، واتفقت على توقيتات نزول الاعلان، واكيد عملت صياغة للاعلان بعد ما حددت الرسالة الاعلانية. تمت صياغة الرسالة دي، وبعد كده ابتدي بقى ان انا انفذها. طيب لما باجي انفذ، لما باجي انفذ اي حملة طبعا براعي الحاجات اللي انا حطيتها، وانا بحط الاهداف، وبراعي المكسب، وبراعي يعني كل وسيلة نشر ايه ظروفها وايه احتياجات العاملين من خلالها. اخر حاجة بتبقى تقييم فعالية الحملة الإعلانية، بشوف يا ترى حققت الهدف منها ولا لا. ودي يعني نقطة مهمة جدا بتهم المسوقين، ان هم يقيموا الحملة دي، هل هي نجحت، هل هي أثرت بالإجابة على المشاهدين أو السامعين، أثرت بطريقة سلبية، كان ليها عائد كبير، كان ليها عائد منخفض. فتقييم فعالية الحملة دي يعني مهمة جدا. لو اتكلمنا عن كل نقطة من دول، هنقول عندي في اول حاجة في تحديد الجمهور المستهدف. دي اول خطوة لما باجي اعمل اي حملة اعلانية، لازم احدد الجمهور المستهدف. بمعنى ايه احدده؟ لازم اعرف خصائص العميل اللي جاي لي، ايه هو احتياجاته، هل هو يعني بيحب حاجة معينة او بيكره حاجة معينة. يعني المكان اللي هو فيه، الدولة اللي هو فيها، التوزيع الجغرافي ليه، بتركز الكثافة السكانية عنده في المكان اللي هو قاعد فيه كبيرة ولا بسيطة. بحدد يعني الخصائص بتاعت العميل ده، ممكن تبقى سن، ممكن تبقى دخل، ممكن تبقى الجنس، ممكن تبقى التعليم، وكل المعلومات المرتبطة كمان بمدى محبته للمنتج وشراؤه ليه واستخدامه في المنتجات. يعني المعلومات المرتبطة بالمنتج دوت بالنسبة للمنتجات المنافسة ليه، هل العميل بيحطه كأولوية ولا كحاجة سنوية. طبعا احنا عندنا هنا يعني الكلام اللي احنا قلناه ده بنسميه السوق او السوق المستهدف. فاحنا لما يعني بنحدد السوق المستهدف دوت، بنحدد
ايه المنتج اللي احنا المفروض نعلنه عنه، حتى لو كان يعني احنا حاسبين على انه احنا هنبيع منتج محدد، لكن لازم نشوف الاعلان ده هيلاقي قبول معين في السوق اللي هو رايح ليه ولا لا. نشوف كمان الشكل الخاص بالمنافسين، عشان يعني ما يحصلش انه يعني يقدموا نفس نقدم نفس المنتجات الخاصة بالمنافسين. طبعا الجمهور المستهدف لو اخذنا سوق بالكامل على بعضه برضو مش هيكون في دقة واتقان في تخطيط الحملة الاعلانية. فانا بحدد قطاع محدد من السوق، يعني مثلا انا درست اعمار السوق اللي هيجيلي، اعرف كل السوق اللي انا بستهدفه ده ايه الاعمار بتاعته، واجي عندها يعني عند الحاجة اللي انا عايز احددها هي دي اللي ابتدي اوجه ليها الحملة الاعلانية. يعني مثلا انا عايز اوجه لشريحة الشباب او شريحة متوسطي الاعمار، ده قطاع محدد من السوق، هو ده اللي هخليه الجمهور المستهدف بتاعي. عندي تاني خطوة في تخطيط الحملات الاعلانية هي تحديد الاهداف الاعلانية. تحديد الأهداف الإعلانية اللي هي إيه؟ إيه هي الأهداف الإعلانية؟ الهدف هي حاجة عايزين نحققها، فالأهداف الإعلانية هي أشياء نرغب في تحقيقها عن طريق الحملة الإعلانية. طيب إيه شروط الأهداف الإعلانية؟ لازم تكون فيها إيه؟ ها انتوا عارفين الكلام ده. الأهداف الإعلانية لازم تكون ايه؟ حد يقدر يجاوبنا؟ في سمات لأي أهداف عامة لما بنيجي نعمل تخطيط لأي حملة. يعني من أهم الأهداف دي إنها تكون أهداف إعلانية وواضحة، يعني أهداف مش هيروح يعملها في حتة بعيد، لا، وحتى لو هيستعين بألوان معينة أو يعني أشكال معينة من الأهداف دي، فلازم انها تبقى محددة وواضحة وقابلة للقياس، عشان يقدر هو صاحب الشركة انه يقيس بعد الحملة ما تنتهي هل نجحت هذه الأهداف ولا وتم تحقيقها ولا لا. يبقى تكون واضحة ومحددة وقابلة للقياس بعد التنفيذ، يعني بعد تنفيذ الحملة. فمثلا زي ايه الاهداف دي؟ زي مثلا ان انا اقول عايزة ازود مبيعاتي الشهرية من 50,000 ل 75,000 خلال السنة دي. هنا الهدف واضح، هنا الهدف يعني قابل للقياس. انا اقدر اعرف هل انا فعلا في شهر زدت من الرقم دوت للرقم ده، سواء كعدد ساحنين سواء ك يعني رقم، يعني رقم مبيعات. طبعا يعني هنا الهدف يمكن قياسه لأنه يعني رقم، وكمان
بيحدد خلال فترة زمنية محددة، يعني مش بنسيبها مفتوحة كده، لا بتبقى فترة زمنية محددة. طيب الأهداف الإعلانية بصفة عامة دايما بتربط ما بين الإعلان وما بين المبيعات، يعني تقول مثلا كل ما كانت الأهداف أو كل ما كان الإعلان ناجح كل ما كان في زيادة في المبيعات، ففي الحالة دي يبقى الهدف الإعلاني بتاعي ناجح، فيحددوا انه كل ما يزيد مبيعات اكتر هيكون في مبيعات اكتر. يعني ممكن كمان يكون في زيادة النصيب السوقي او الحصة السوقية، يعني ممكن التعبير عن الاهداف الاعلانية دي بصورة اوضح عشان تزود وعي الجمهور ان هم محتاجين المنتج ده، يعني او ان نقول للجمهور ان انت كمان المنتج ده هيساعدك في حاجة معينة، او هنغير اتجاهه ناحية منتج معين لو هو شايفه بصورة سلبية نخليه يشوفه بصورة إيجابية، أو هنعرفه بخصائص المنتج ده واستخداماته لو ما كانش عارف. طيب دي أول خطوة في أو تاني خطوة في تخصيص حملات الإعلانية، قلنا تحديد الجمهور المستهدف، ورقم 2 عندي هي تحديد الأهداف الإعلانية. عندي رقم 3 هي تحديد مخصص الحملة الإعلانية. يعني ايه قلنا المخصص؟ اللي هي الفلوس اللي مخصصة عشان ان انا انفق او اصرف على الحملة، وده في فترة زمنية محددة. انا مش هقعد اصرف على الحملة كده طول الوقت، كده هتبقى بتسبب لي خسائر. فها يعني ايه مخصص حملة اعلانية؟ هي مقدار الاموال المخصصة للانفاق على الحملة في فترة زمنية محددة. طيب ايه بقى العوامل اللي بتخليني احدد كشركة الفلوس اللي انا اخصصها للاعلان في الفترة المحددة دي؟ طبعا في عدة عوامل، وده ممكن يجي سؤال اختيارات. بيحدد مقدار الأموال المخصصة على أي حملة إعلانية حجم السوق. لو أنا بعمل إعلان في سوق متسع وكبير ويعني مساحته كبيرة، طبعا هنا لازم أحدد مخصص كبير عشان أقدر أغطي إعلانات كتيرة تغطي لي السوق ده. توزيع المشترين، يعني ممكن يبقى عندي سوق كبير بس الناس متركزة في مدينة معينة، هنا الدنيا هتبقى سهلة. لكن لو المشترين متوزعين في أماكن مختلفة في أنحاء هذا السوق، يبقى في الحالات دي لازم برضو أعمل تغطية على نطاق واسع. برضو نوع المنتج اللي هو انا هعلن عنه، هل هو منتج يعني سهل وسريع الانتشار، ولا محتاج لدعاية كبيرة عشان يتم بيعه؟ ده برضو بيحدد المخصص. حجم المبيعات اللي هي خاصة بالشركة مقارنة بالمنافسين، ده برضو يحدد مخصص الحملة. لو لقيت ان في تنافس قوي على المنتج ولقيت ان انا مش قادر اواجه هذه المنافسة الشرسة، فابتدي ان انا اقارن مبيعات الشركة عندهم من مبيعات الشركة عندي، واشوف لو انا اقل منهم بكثير يبقى هحتاج لمخصص حملة اعلانية اكبر.
طيب ايه هي بقى طرق تحديد مخصص الحملة الإعلانية؟ في عدة طرق أقدر أحدد بيها المخصص اللي هحطه في الحملة الإعلانية. أول حاجة تحديد مخصص الحملة الإعلانية كنسبة من المبيعات، دي يعني تعتبر طريقة شائعة وسهلة كمان إن أنا أحدد الاستخدام المناسب ل يعني الحملة الإعلانية دي محتاجة قد إيه فلوس. وطبعا بحدد يعني النسبة ديت بالنسبة للمبيعات، إن أنا بحط القيمة بتاعة الإعلان من حجم مبيعات الشركة. يعني أنا لو ببيع مثلا بنسبة معينة، مبيعاتي ليها قيمة معينة، ممكن ان انا اضيف عليها نسبة الاعلان، يعني اضيفها عليها عشان خاطر ما كلفش نفسي مصاريف زيادة. طبعا الطريقة دي بتساعد على ان كل واحد يعرف نصيبه، يعني يشوف الوحدات المباعة قد ايه ويحط النصيب الاعلان عليها. يعني انا ممكن ابسطها لكم اكتر، يعني مثلا انا هشوف انا كسبت قد ايه او المبيعات بتاعتي قد ايه. مثلا حققت مبيعات 1,000,000 جنيه، ف انا اقدر اقول مثلا انا مبيعاتي كام، بعت مثلا 1,000,000 وحدة او 1,000,000 برنامج او ايا كان طبيعة حق العمل في الشركة. فأقدر أعرف إن أنا مثلا مبيعاتي ديت اللي أنا عملتها لو قسمت على الإعلان، يبقى أنا الإعلان دوت كل إعلان مكلفني جنيه، فاهمين؟ يبقى أنا كده بكلف الإعلان لكل وحدة من وحدات المنتج جنيه تقريبا. طبعا يعني الطريقة دي برغم انها سهلة وبتجذب الناس المتعددة انها تطبقها، لكن طبعا هي برضو ليها بعض المخاطر. ايه المخاطر بتاعتها؟ احنا بنقول ان احنا بنحددها كنسبة من المبيعات، حجم الاعلان هيتحدد بحجم المبيعات. طب افرض ان المبيعات انخفضت، افرض ان حصل مشكلة مالية، ايه اللي هيحصل؟ الاعلان برضو هينخفض، يعني مش هيبقى فيه قيمة الإعلان، فبالتالي يعني هيبقى ايه، ملوش لازمة يعني. في حاجة كمان انه لما انا بحط حجم الانفاق الإعلاني يعني كنسبة من المبيعات، أنا هنا بربطه بوقت معين بحقق فيه مبيعات معينة. ممكن تكون مصلحتي إن أنا أستمر في الإعلان ده لمدة طويل أو مدة طويلة، فمش هينفع في الحالة دي إن أنا أخليه وقت محدد
وكمان لو انا بعمل منتج جديد في الشركة برضو يعني لازم احط الاعلان علشان اعرف الناس بالمنتج دوت، ما يبقاش يعني مرتبط بقى ان انا لسه هستنى مبيعاته، لا لازم يكون في مرحلة تقديم للإعلان عن المنتج الجديد. طيب النقطة التانية وانا بحدد مخصص الحملة الإعلانية هو تحديد مخصص الحملة على أساس ما يصرفه المنافسون. هنا بحدد مخصص الحملة على أساس الانفاق اللي بيصرفوا المنافسين او الشركات اللي بتشتغل في نفس مجالي في المجالات او يعني نفس المبلغ اللي بيصرفوه المنافسين بتوعي في نفس المجال يعني في الحملات الاعلانية بتاعتهم. الميزة بتاعت الموضوع ده انها بتحسس الشركة انها يعني على نفس الارضية بتاعت المنافس وبتلعب بنفس الطريقة بتاعته بنفس التفكير بتاعه، وبالرغم يعني من ان الشركة ما بتبقاش فعلا عارفة المنافس بتاعها دفع كام في السوق، لكن هي دي الحاجة اللي بتريحه انه حسس انه بيقوم بنفس المحتوى الإعلاني أو نفس الرسالة الإعلانية للمنافس. يعني مخاطر بقى الطريقة دي إنه مش دايما بيكون المنافسين على حق، يعني ممكن يكونوا هما بيصرفوا بنسبة أقل من اللي محتاجه المنتج، أو بيكونوا بيصرفوا بنسبة أكثر من اللي محتاجه المنتج، مش محتاج كل الاعلانات. ف يعني مش لازم يكون المنافسين دول على حق في اللي بيصرفوه على مبالغ الحملة الاعلانية. الحاجة الثالثة في تحديد مخصص الحملة انه هو التحديد على اساس الهدف والمهمة المراد تحقيقها، ودي بنسميها طريقة تكاليف المهمة. الطريقة بتاعت تكاليف المهمة دي بتقوم على ان انا بقدر التكاليف اللي انا هعمل بيها المهمة بتاعتي، و يعني احلل التكاليف اللي انا هصرفها والمنفعة اللي هتعود عليا، وقارن ما بين الاهداف اللي انا عايزة احققها والتكلفة المطلوبة لتحقيق الاهداف دي. فالطريقة دي تعتبر من الطرق المرغوبة في تحديد مخصص الحملة الإعلانية، ويعني بتعتبر أفضل من الطريقتين السابقتين عشان يعني صعب ان احنا يعني نقعد نشوف المبيعات هتبقى كام عشان نعمل اعلاناتنا، ونقعد نشوف المنافس هيصرف كام عشان نعمل اعلاناتنا. فبنلجأ للطريقة بتاعت التكاليف المهمة ونشوف الهدف والمهمة المراد تحقيقها، وبناء عليه نصرف عليها. الطريقة بتاعت التكاليف المهمة دي يا جماعة طريقة، هي دي الطريقة المرغوبة في تخصيص مخصص الحملة. انت عايز حاجة يا شباب؟ طيب
الخطوة الثالثة في خطوات تخطيط الحملات الإعلانية هي تحديد الرسالة الإعلانية. مجرد ان انا حددت اهداف الحملة الإعلانية والمخصص اللي هنفقه عليها، وحددت الجمهور المستهدف، بيبقى المعلن بقى خلاص كده يقدر يحدد رسالته الإعلانية اللي هيوجهها للمستهلك او السائح. و يعني بينقلها للجمهور المستهدف دوت في شكل يا اما رسالة نصية او رسالة سمعية او رسالة بصرية. طبعا بيحط يعني صيغة للإعلان اللي هي بنسميها السياسة التحريرية للإعلان، وبيختار على أساسها يعني المحتوى والنقاط البيع الأساسية اللي هيتم التأكيد عليها في الحملة، و يعني المزايا اللي بتميز سلعة المعلن على غيرها من السلع المنافسة. أستأذنكم ثانية واحدة. نبتدي بقى نشوف الرسالة ديت لازم يكون فيها المحتوى والأماكن اللي هيتوجه ليها العميل عشان يحصل على السلعة أو المنتج، ونأكدها في الحملة الإعلانية، ونأكد المميزات الخاصة بالمنتج اللي هتميز السلعة بتاعت المعلن أو السلعة بتاعتنا كشركة عن أي غيرها من السلع. في حد عايز حاجة؟ طب المعلن بقى لازم عشان يعمل الرسالة الإعلانية ويصيغها لازم يحط عدة عوامل في الاعتبار وهو بيبتكر. عوامل بقى وكده؟ مش عارفة بقى ليه ما بطلعش حلو. ليه ازاي؟ ممكن تقفل المايك؟ تمام. ففي عوامل لازم نحطها في الاعتبار واحنا بنبتكر الرسالة الاعلانية. زي ايه؟ زي خصائص المنتج، او لو احنا نتكلم على البرنامج السياحي استخداماته، الفوائد بتاعته، نحط في اعتبارنا السوق اللي احنا بنستهدفه، يا ترى احنا بنخاطب انهي شريحة، السن بتاعها، الجنس، الدخل، التعليم، الطبقة الاجتماعية وخلافه. يعني الحاجات دي كلها بتساعدنا واحنا بنصيغ الرسالة الإعلانية.
يعني انا مثلا كاتبه لكم مثال، لما بيكون في اعلان لمعجون سنين مثلا، معلش يعني ده منتج سلعي بس هنتكلم عنه عشان نقرب الفكرة. انت دلوقتي بتخاطب في اعلانك اطفال، عايز تقول لهم عن اهمية المنتج اللي هو المعجون ده في مكافحة التسوس، وانه يعني بيعمل ايه عشان يقاوم السوس ويقاوم التسوس، فده هيشد الاطفال. برضو نفس المنتج ممكن لما نيجي نعلن عنه للبالغين نركز على المنافع التانية اللي هي خاصة بيه، زي مثلا ان هم يبانوا بمظهر جذاب، ان ريحة النفس بتاعتهم تبقى منتعشة، ان هم يجذبوا الجنس الاخر اما يبقى بيتكلموا معاه. فطريقة الاعلان وصيغة الرسالة الاعلانية بتختلف حسب طبعا الجمهور المستهدف، وعشان كده حددناه في الاول. طيب في مكونات واحنا بنصيغ الرسالة الاعلانية بناء على تحديدنا للاهداف وعلى جمهور المستهدف برضو البادجت او المخصص، هنراعي واحنا بنكتب الرسالة عدة عناصر او عدة مكونات. اول حاجة الصورة أو الرسم، لازم هنستخدم في الإعلان صورة أو رسمة عشان تجذب انتباه المستهلك، خاصة لو في مجلة أو جريدة، ونحاول إن احنا نثير اهتمامه من خلالها عشان يشوف باقي التفاصيل بتاعة الرسالة. طبعا يعني ممكن الصورة ديت بتساهم في انها بتنقل الرسالة الاساسية للحملة بسرعة وبكفاءة، وبتخلي يعني العميل يلقط المنتج ده او يستوعبه اكتر بكتير من الكلام اللفظي. عندي برضو مكون تاني لازم نراعيه في الرسالة اللي هو العنوان. دايما نقول الكتاب بيبان من عنوانه، فبرضو هنا المنتج هيبان من عنوان الاعلان بتاعه، فده عنصر مهم جدا في الاعلان، وممكن ده يكون العنصر الوحيد المستهلك هيقراه. يعني لو في كلام تاني مش هيتقري، ممكن الصورة اوكي لكن الكلام هو العنوان هو الاساس. فده برضو من الحاجات المهمة اللي بتجذب انتباه المستهلك وبتثير اهتمامه انه يطلع على باقي الاعلان. بعد كده بتيجي في عناوين سنوية برضو بتعمل ربط مع العنوان الرئيسي وتربطه بصلب الرسالة الاعلانية، وبرضو بتوضح وتفسر العنوان الرئيسي. عندنا بقى صلب الرسالة الاعلانية اللي هو بيبقى فيه فقرة افتتاحية وفي يعني عدة فقرات توضيحية وفي خاتمة، يعني ده لو هو يعني رسالة نصية مكتوبة بالأخص يعني. وطبعا في صلب الرسالة بقى بنشرح أكتر مزايا بتاعت المنتج والخصائص والأسباب اللي خلت المستهلك أو اللي هتخلي المستهلك إنه يشتري السلعة دي ويقبل عليها. طبعا ضروري كمان في مكونات الرسالة الإعلانية بقى عندي اسم المعلن اللي هو الشركة اللي بتروج للمنتج، والعنوان بتاعها والشعار بتاعها يكون معمول بطريقة جذابة ومميزة. عندي برضو من مكونات الرسالة الإعلانية اسلوب. احنا كده خلصنا مكونات الرسالة الإعلانية. عندي برضو طرق واساليب عرض الرسالة الإعلانية برضو دي، وانا بحط الرسالة الإعلانية وبحددها لازم اشوف الطرق اللي هعرض بيها الرسالة الإعلانية واللي هقدم بيها السلعة او المنتج بأي شكل. فانا عندي اشكال كتير لاساليب الدعاية، يعني الرسالة
الرسائل الإعلانية، أول أسلوب عندي بسميه أسلوب المشكلة والحل، reason and why. الأسلوب ده بيقدم لي السلعة أو الخدمة كأسلوب مثالي وحل مثالي لحل المشكلة اللي بواجهها كمستهلك. فيعني يوضح لك كده صورة المشكلة أو الموقف اللي فيه العميل، وبعدين المشكلة دي ملهاش حل، يروح يظهر فجأة السلعة اللي احنا بنعمل رسالة إعلانية عنها تبقى كأنها هي دي الحل المثالي اللي ظهر عشان يحل المشكلة دي. غالبا الإعلانات دي بتبتدي بتساؤلات، هل بتعاني من مشكلة كذا، يبقى انت عايز المنتج ده هو اللي حل عشان توصل لعلاج المشكلة دي. وبعدين يعني نربط بقى السلعة بالحاجة اللي بتشبعها، زي مثلا أمثلة كده الشامبو بتاع القشرة، يجيب العميل أو يجيب المستهلك في موقف محرج بسبب القشرة، ويبتدي يفكر ايه الحل، فيظهر الشامبو اللي هو بيزيل القشرة دوت ويحكوا عن المزايا والفوائد بتاعته. يجيبوا مثلا حد بيعاني من حساسات اسنان واحساسه لما بياكل ايس كريم مثلا، وفجأة يبقى في مشكلة، وبعدين يظهر فجأة المعجون الاسنان اللي بيتعامل مع هذه الالام. حد عنده صداع وبيعاني بسبب المشكلة دي، وفجأة برضو يظهر المنتج اللي هو هيخلصه من الصداع. فده اسمه اسلوب المشكلة والحل. عندي اسلوب المرح. اسلوب المرح يعني الاسلوب ده مستخدم كتير في نقل الفكرة او الرسالة اللي هي الحملة بتدور حواليها، ويعني طبعا يعني بيبقى في طرافة كده واسلوب طريف في نقل الاعلان، ويعني لازم طبعا المعلن لما يستخدم الاسلوب ده يخلي باله عشان الاسلوب ده ما يأثرش على العميل، يخليه فاكر الفكاهة او المرح اللي في الاعلان اكتر ما هو فاكر المنتج اللي بيتكلم عليه. يعني فممكن ده يعني يشوش على وصول الرسالة للمعلن للجمهور المستهدف. عندي اسلوب استخدام الشهادات. يعني الاسلوب دوت يعني بيستخدم السلعة او بيتكلم عن السلعة من ناحية انها تم استخدامها من قبل اناس معينين، واشادوا بانها بتساعدهم على كذا وكذا وكذا. يعني خاصة لو الحد اللي هم بيستعينوا بيه حد مشهور، يعني حد مشهور وبيعلن وبيعلن عن منتج معين وبينصح باستخدامه، وانه يعني المنتج ده بالنسبة له كان مفيد في كذا وكذا، ويعني كان حل مثالي. ممكن ده اسلوب شهادة من حد مشهور، وممكن يبقى اسلوب شهادة من مستهلك عادي، زي مثلا رب بيت بتنصح باستخدام مثلا سمنة معينة او زيت معين او اي حاجة، او مثلا طبيب، او يعني صاحب اي مهنة بينصح بقى حاجة معينة. فدول ممكن يبقى بنقول عليهم اصحاب خبرة ومعرفة، فبرضو شهادتهم بتكون موثوق فيها.
ويعني تعتبر شهادتهم دي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتساعد على مصداقية الإعلان. في برضو عندي أسلوب استخدام شريحة من الحياة slice of life. الأسلوب ده بيحاول إنه يصور مشهد كده من واقع الحياة، وإنه في المشهد ده بيستخدموا السلعة دي أو المنتج ده. فمثلا يصوروا أسرة إنها قاعدة على السفرة وبيشربوا كلهم من مشروب معين، شاي معين، قهوة معينة، ويعني هما بيتكلموا بيتفرجوا على التلفزيون. فطبعا يعني ده بيدي احساس بان ايه، ان هو ده الطبيعي ان احنا نستخدم الحاجة دي في حياتنا. او مثلا ان الناس متجمعة قدام شاشة التلفزيون وبتتفرج عليه ومستمتعة بنقاء الصورة بتعيش جوه الفيلم او الحدث، فده برضو ينقل لك صورة ان هو ده التلفزيون المناسب ان انت تشتريه. طيب عندي برضو اسلوب الخيال. ايه اسلوب الخيال؟ ان هو يعني يحاول على انه ينقل لك جو كده من الخيال حوالين المنتج واستخداماته، ويعني يحسسك ان انت رحت المكان تاني وانت بتستعمل المنتج ده. يعني مثلا انت راكب سيارة معينة يحسسك ان انت بتسير كده في اجواء مختلفة عن اللي انت عايش فيها، لانك راكب سيارة يعني بتحقق لك رفاهية وبتحقق لك متعة وبتحقق لك راحة. فينقلك لعالم من الخيال وانت بتستخدم المنتج. في اسلوب الرسوم المتحركة الكرتونز. فالاسلوب دوت يعني ممكن نلاقيه في اي اعلانات سواء مطبوعة او اعلانات مرئية، ويعني بيبقى ممتع لانه بيعمل كده زي كده مثلا اي حوار من شخصية كرتونية، او مثلا كده معركة بتدور ما بين يعني اشكال كرتونية. فبتخلي العميل ينتبه وبتجذب اهتمامه وبتخليه يحس بان ده ايه، يعني المنتج ده هو عايز يشتريه. في طبعا اسلوب الموسيقى، وده مستخدم في اغلب الاعلانات، انه مجموعة من الاشخاص بتحاول انها تغني عن السلعة وبتقول اغنية مبتكرة وجديدة عن السلعة. وده بنلاقيه يعني في اعلانات كتيرة، ممكن يكون داخل مع اساليب تانية بس بيبقى موجود موضوع الغناء عن سلعة معينة او خدمة معينة. ودايما نلاقيه دايما مع شركات البيبسي والكولا، دايما بيجيبوا مغني معروف ومشهور وبيغني عن المنتج ده. عندي اسلوب الشخصية الرمزية personality symbol. الاسلوب ده بيحاول انه يعني يخلق شخصية اللي هي بتمثل المنتج. ممكن تكون الشخصية دي خيالية، يعني بيشبه المنتج بشخصية خيالية. يعني مثلا البطاريات اللي هي بتاعت الانرجايزر كانوا بيعملوا زي أرنب كده بيجري، بيوضح سرعة البطاريات دي والطاقة بتاعتها. القط الأسود بتاع بطارية إيفريزي برضو يعني مثال للشخصية الرمزية اللي بتستخدم في الدعاية عن المنتج ده.
ده اسلوب، اسلوب الدليل العملي scientific evidence. الاسلوب ده برضو بيستخدم الدليل العملي او نتائج الاستقصاء العلمي، وبيأكد انه بعد اجراء احصاء معين وصلوا ان المنتج ده افضل من كل المنتجات المنافسة. ويعني الشركات بتستخدم الاسلوب ده، يعني شركات كتيرة بتستخدمه، خاصة شركات العناية بالشعر وشركات معجين الأسنان وشركات المياه الغازية بتستخدم الأسلوب ده بكثرة. عندي كمان أسلوب الخبرة الفنية اللي هو التكنيكال اكسبرتايز، اللي هي بيعرض خبرة الشركة في صناعة المنتج، وان هم بقى لهم قد ايه بيصنعوا المنتج دوت، وان هم يعني عندهم مراحل لصناعة المنتج، بيعملوا ايه وبيعملوا ايه، بيوريك خبرة صناعة هذا المنتج والتقنية بتاعة الحصول عليه. زي مثلا شركات الألبان بتوضح لنا ازاي هم بيوصلوا لعلبة اللبن من ساعة ما يعني يحلبوا الأبقار، وبعدين تروح للتعبئة وتروح للمصانع، ومصانع يعني كل الجولة دي، ده خبرة فنية. ممكن تعملوا زي بيبر كده، دي حاجة بخلاف البحث، ممكن تعمله، هتبقى يعني زي لعبة لذيذة كده، ان انتوا تمسكوا كل اسلوب من اساليب عرض الرسالة الاعلانية، وتقولوا مثال لي من اعلانات التلفزيون، وانا يعني عارفة ان انتوا بتتفرجوا على اعلانات كتير يعني وعندكم خبرة، فممكن تكتب ايه اسم الاعلان اللي هو بينطبق عليه الاسلوب ده. فيعني هتبقى انت كده بتعمل زي تطبيق عملي. كده احنا خلصنا رابع خطوة في تخطيط الحملات الاعلانية، اللي هي تحديد الرسالة الإعلانية. عندي بعد كده رقم 5، اختيار وسيلة، خطة وسائل النشر، اللي هي يعني الخطة اللي أنا قلت لك، وإحنا هنعمل إعلان فين في الفترة من كذا لكذا، والمواعيد بتاعت عرضه كام مرة في اليوم، في مواعيد ايه. فدي الخطة بتاعت وسائل النشر. ليه بنحدد الخطة دي؟ اول حاجة عشان نوصل لأقصى استفادة ممكنة من مخصص الحملة الإعلانية، لازم نعمل خطة كده متكاملة ازاي هستخدم وسائل النشر المختلفة عشان انفق فيها المخصص، و يعني وانا مختارة وسائل نشر تكون بتناسبني. فلو قلنا معنى خطة وسائل النشر، هي اختيار وسائل النشر سواء مجلات، صحف، تلفزيون، راديو، انترنت، اللي انا اختارها عشان استخدمها في الايه، في نشر الرسالة الإعلانية. وكذلك تحديد التواريخ والأوقات الخاصة بظهور الإعلان في كل وسيلة. طبعا الهدف لما أنا بحط الخطة دي كمسوق، أن أنا عايز أوصل لأكبر عدد من الجمهور المستهدف، وده بأقل تكاليف ممكنة. يعني بحاول أوزع الميزانية بتاعتي على كل الوسائل النشر بحيث أوصل لأكبر عدد من الجمهور، من وأنا يعني ما زودتش عن الميزانية بتاعتي.
طيب، وانا بحدد خطة وسائل النشر بحاول ان انا اعمل كذا حاجة. اول حاجة لازم ان انا اراعي ما بين مزايا وعيوب كل وسيلة من وسائل النشر المتاح ان انا اعلن فيها مناسبة لامكانياتي المادية، وابتدي اختار الانسب بالنسبة لي. يعني ممكن اختار وسيلة او اكتر، بعد ما بختار ما بينهم بشوف احدد يعني كل حاجة داخل كل وسيلة. يعني مثلا اخترت المجلات، ابتدي بقى احدد اختيار المجلة المناسبة ليا، ولو اخترت مجلتين ابتدي احدد انهي يعني ايه هي المجلات والوقت او المكان المناسب للاعلان في كل مجلة والوقت المناسب ان انا انزل فيه الاعلان داخلها وكده. يبقى دي اول حاجة براعيها وانا بحط خطة وسائل النشر. الحاجة التانية، لما بختار وسيلة النشر بكون براعي انها تكون ملائمة لجمهور المستهدف. يعني مش معقولة مثلا هحطها في الصحف وانا العملاء بتوعي شباب ما بيقروش صحف مثلا. يعني مش معقولة احطها مثلا في قناة بتهم الشباب وهو اعلان يخص المرأة. فلازم براعي ملائمة وسيلة النشر للايه للجمهور المستهدف. طبعا براعي الجمهور ده ايه الفئة اللي انا عايزها عشان اوصل ليها الرسالة بتاعتي من خلال وسيلة النشر المناسبة. طبعا يعني انا لو كنت حاط عامل تحديد للجمهور المستهدف من الاول بشكل مظبوط ومنظم، وعملت تحليلات للجمهور دوت وتوزيعه الجغرافي والناس اللي بتستهلك السلع اللي انا بجيبها فين ومتوزعين فين بالظبط، يعني الحاجات دي كلها بتساعد وانا بختار وسيلة النشر. توزيع طبعا بتاع السكان برضو طبعا ده بيسني اللي هم السائحين اللي هيجوا او ايا كان. طبعا لو بتكلم على اي منتج عادي، تحديد لسن والجنس والدخل والمهنة وكل الحاجات دي بنسميها توزيع ديموغرافي. طب براعي ايه كمان وانا بختار خطة وسائل النشر؟ براعي عنصر الايه التكلفة، عامل التكلفة من العوامل المهمة جدا وانا بختار وسيلة النشر. مش معقولة هنشر في مجلة عادية هتبقى زيها زي لما اعمل دعاية في التلفزيون. فيعني عنصر التكلفة من العوامل المهمة لما بختار خطة وسائل النشر. والتكلفة طبعا يعني ممكن تبقى يعني نقصد بيها هنا تكلفة نسبية، يعني مش بس رقم اللي هتاخده مني الوسيلة ده لنشر الإعلان، لا ده كمان يعني تبقى تكلفة في ان انا بشوف الصحف دي مثلا عندي بتتوزع على كام مليون في اليوم، بتتوزع في مناطق ايه. فدي تكلفة بنسميها تكلفة نسبية مش مطلقة. فطبعا ده لان الصحف ما بتتوزعش دلوقتي على نطاق واسع في الجمهورية.
طبعا انا بناء على العوامل دي ببتدي اشوف بقى انا هختار اي عنصر من وسائل النشر على اساس ان يعني التكلفة بتاعت كل وسيلة والحاجات اللي مطلوب ان انا اعملها عشان انشر في الوسيلة دي، فده كله بيحدد خطة وسائل النشر. نيجي بعد كده لسادس نقطة، وانا بخطط الحملات الاعلانية نبقى نوصل للتنفيذ. تنفيذ الحملة الاعلانية ده طبعا بيتم بعد ما اكون خلاص عملت الرسالة الاعلانية وعملت خطة وسائل النشر، ويعني بقى الاعلان جاهز للتنفيذ. طبعا عشان انفذ الحملة الاعلانية لازم يبقى عندي يعني يبقى في قدر كبير كده من الثقة، و يعني ويكون في طبعا مصداقية وفي تخطيط وتنسيق ما بين الأطراف المشتركة. يعني أنا أشوف مين هيحط الإعلان دوت وأنهي وسيلة، وابتدي أنسق ما بينهم. الناس كمان اللي هي بنسميهم الرعاة اللي هيساعدوا معايا في تنفيذ الحملة ممكن يبقوا جزء. طبعا الموضوع وانا بنفذ لازم يبقى فيه جداول بالتفصيل للتأكيد ان المراحل بتاعة الاعلان بتتم في مواعيدها بشكل محدد، ما يبقاش فيه اي لخبطة في المواعيد. بيبقى فيه يعني تقييم باستمرار اول باول للاعلانات اللي بتنزل. طبعا التقييم دوت لو في اي مشكلة هيساعدني اني اخد خطوات تصحيح واتأكد ان فعلا اللي انا بعمله بيمشي في او بيصب في صالح تحقيق الحملة الاهداف. نيجي لاخر خطوة في تخطيط الحملات الاعلانية وهي التقييم اللي لسه بنتكلم عليها. التقييم يعني لأي حملة إعلانية وفي مدى فعاليتها يعتبر من الخطوات الصعبة قوي وأنا بخطط للحملات الإعلانية، لأنه يعني التقييم على نطاق واسع صعب الوصول ليه. فعشان أقدر أخطط لحملة إعلانية صح مظبوطة يعني بحاول إن أنا أراعي 3 مراحل: تقييم قبل التنفيذ، تقييم أثناء التنفيذ، وتقييم بعد التنفيذ. عشان أقيم الحملة قبل التنفيذ لازم أعتمد على يعني عينة كده من يعني بنعتبرها عينة من المستهلكين اللي هم ممكن يكونوا هيستهلكوا المنتج ده في المستقبل او اللي هم حاليين بالفعل بيستهلكوه، عشان اشوف العناصر المختلفة للرسالة الاعلانية او يعني النماذج المختلفة من الاعلانات اللي احنا لسه بنقترحها، ونشوف هتبقى فعلا ناجحة ومؤثرة ولا لا. بنسميها زي بايلوت ستادي كده، دراسة استكشافية. اوريهم الاعلان واشوف يعني رد فعلهم ومدى تأثرهم بيه، لأن ده هيبقى يعني اللي هيديني ضوء هل أستمر في الإعلانات دي ولا أعدل فيها أو أغير فيها. في تقييم أثناء تنفيذ الحملة، تقييم فعالية الحملة أثناء التنفيذ، ده طبعا بيعتمد في المسوق على إيه؟ على الاستفسارات اللي بتجيله يعني من الشركة
يعني الاستفسارات اللي بتجيله أثناء تنفيذ الحملة عن المنتج دوت، ولو في معلومات عايزينها زيادة طبعا لازم أوضحها في الإعلانات اللي هتنزل بعد كده، لأن الحملة غالبا بتتم على يعني مدار من 2 لـ3 شهور حسب طبعا ميزانية كل حملة. في بقى مرحلة التقييم بعد التنفيذ دي، يعني بيبقى فيها ايه القياس للتغير اللي حدث في المبيعات او في الحصة السوقية. الهدف اللي احنا حاطين من الاول ان احنا عايزين نعمل تعديل فيه او تغيير فيه، فبنقيس كده التغير اللي حصل، هل كان ايجابي او سلبي او ظل كما هو. يعني لو حددت ان انا عايزة ازود المبيعات او الحصة السوقية بمقدار معين، ببتدي اشوف فعلا هل انا حققت المبيعات بالنسبة اللي انا حددتها ولا لا. ممكن ان انا كمان استخدم حاجة اسمها اختبارات التعرف، ودي بنقصد بيها ايه؟ عرض مجموعة من الاعلانات على المستهلكين وتحديد يعني كم فرد منهم تعرف على الاعلان. يعني ممكن نبقى منزلين اعلان بقالنا 2 شهر بس في ناس ما شافتهوش، فانا اعمل ايه برضو عشان اقيم بعد التنفيذ؟ انه ابتدي اعرض الاعلان بتاعي على ناس كده بشكل عشوائي، خاصة من السوق المستهدف اللي انا بتوجه ليه، واقول لهم ايه رأيكم في الاعلان ده. لو لقيت ان هم بالفعل لم يتعرفوا عليه، فطبعا يعني هتبقى ايه دليل على ان الاعلان ده لم يصل للمستهدف. كده احنا خلصنا خطوات تخطيط الحملات الإعلانية، يعني أتمنى أنها تكون مفهومة وواضحة بالنسبة لكم، لأن هي يعني فيها كلام كتير بس في الآخر أهم حاجة يثبت في دماغكم مفهوم كل خطوة منهم وإيه اللي بيتم فيه. ناخد بعد كده الإعلان والمبيعات السياحية. طبعا احنا عندنا إعلانات في الصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والجرائد الكبرى، الحاجات دي بتبقى في مجال السياحة مكلفة يعني لحد كبير، يعني ما تقدرش اي شركة من شركات السياحة العادية اللي هي الترافل ايجنسز الصغيرة يعني صغيرة دي تقدر انها تنطق على هذه الاعلانات او تضع ليها مخصص كبير. عشان كده الشركات الكبرى هي بس اللي بتستخدم الاساليب دي، خاصة يعني في الاعياد والمناسبات المهمة والاحداث الهامة. طب امال المؤسسات الصغيرة اللي هي ترافل ايجنسيز السياحية الصغيرة دي ازاي بتستخدم الاعلان او ازاي بتعمل دعاية لنفسها؟ غالبا كده بتفضل انها تعتمد على يعني العلاقات العامة، وسائل تنشيط المبيعات، الحاجات دي يعني بتساعد انها المؤسسات دي تتعرف وتنتشر، وفي نفس الوقت بدون اهدار لمواردها المادية وبتحفظ ميزانيتها المحدودة. طب اعلانات اللي هي في مجال السياحة، انا شايفة انه يعني هما في اعلانين اساسيين اللي هو الاعلان الموجه للمستهلك والإعلان الموجه للقطاع السياحي، وده حتى بنسميه business to business
advertising ده اللي بيقراه الناس اللي بتشتغل في مجال السياحة فقط. فدي الإعلانات يا إما بتكون للمستهلك يا إما بتكون للعاملين في الصناعة. نيجي بقى لأهم الصحف والمجلات في الأسواق السياحية. يعني ممكن حد كده منكم يسألني يقول لي ايه، طب احنا مالنا بالإعلانات بتاعت المنتجات والسلع والكلام ده؟ لا، احنا كمان عندنا في شركات السياحة إعلانات، وقلنا يا اما بتبقى للمستهلك يا اما بتبقى للعاملين في المجال. وطبعا الإعلانات ديت بتبقى مدفوعة الأجر، وبتحجز لها أوقات معينة أو أعداد خاصة في أهم الصحف والمجلات. فيعني بنحاول إن احنا نخليها كده تكون يعني إعلانات متخصصة من خلالنا، استعين بشركات متخصصة تساعدني في تنفيذ الحملات الإعلانية، ودي تستخدم زي لوجو موحد للإعلانات، شعار موحد زي الحملات الإعلانية السياحية أو التنشيطية السياحية، كلها بتبقى تحت شعار معين. يعني احنا عندنا الشعار بتاع حملات التنشيط اللي هي من مصر دلوقتي كلها بتطلع بإيجيبت هذي تول سوري إيجيبت وير كان في حملة تبتدي او بشعارها ايجيبت هذه تقول، يعني هي موكس سياحي عنده كل الادوات التنافسية وعندها كل الحضور. طيب هناخد بقى دلوقتي اهم الصحف والمجلات السياحية المتخصصة اللي ممكن تساعدنا لما نيجي نسوق لأي مجلة يعني في السوق اللي انا بستهدفه. في مجلات وفي صحف، ابتدي اختار المجلة اللي تناسبني. تعالوا بقى نشوف أهم الصحف والمجلات في الأسواق السياحية. عندي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي منكو واخد سوق زي ده يركز، عشان الصحف دي هنستخدمها في الفصل الثالث. عندنا صحف قومية وإقليمية جماهيرية زي USA Today، نيويورك تايمز، واشنطن بوست. عندي مجلات سياحية متخصصة للجمهور العام. عندنا Travel Holiday، Travel and Leisure، Meetings and Convenience. عندي مجلات متخصصة للقطاع السياحي فقط. عندنا ايه في المجلات المتخصصة؟ عندي Travel Agent، Travel Weekly، Travel Trade، Tour and Travel News. انا هاخد كل اللي مكتوب عليه بالاحمر ده، هو ده اللي تحفظوه يا شباب، يعني عشان ما تلخبطوش. طيب عندي الصحف والمجلات اللي هي في السوق السياحي البريطاني او المملكة المتحدة
عندي daily telegraph، عندي independent، عندي guardian. حد عنده سؤال في الصحف اللي في الأسواق دي؟ نتنقل على عندي السوق الألماني. عندي في ألمانيا من أهم الصحف الجماهيرية القومية والإقليمية دير شبيجل، شترن، فرانكفورتر. عندي في الصحف الجماهيرية دير شبيجل، شترن، فرانكفورتر رو بريس. نكتفي بدول في المجلات السياحية المتخصصة للقطاع السياحي فقط. عندي كونفرنس اند انسنتيف اللي هي زي المؤتمرات والحوافز كده. في فرنسا عندي صحف جماهيرية لو فيجارو، لو موند، وفرانس سوار. اما في المجلات المتخصصة عندي كوتازيان دو توريزم وتور ابتو. في ايطاليا عندي صحف جماهيرية قومية واقليمية، عندي لا ريبوبليكا و لا ستامبا. اما في المجلات السياحية المتخصصة توتو توريزمو، غراسيا، امي. اخر حاجة عندي السوق الياباني، عندي صحف جماهيرية قومية يوموري شومبن، وصحف ومجلات سياحية متخصصة ترافل جورنال وينج ترافل. تمام كده احنا خلصنا الفصل الثالث، وامتحان الميد ترم هيبقى لغاية الفصل الثالث. ان شاء الله المرة الجاية نبتدي مع بعض الفصل الرابع، بس ده مش هيدخل في الميد ترم. حاولوا ان انتوا تذاكروا لغاية الفصل الثالث كويس، حلوا بقى الاسئلة في الشيت بتاعت الشيت. احنا واصلين لغاية السؤال اللي هو ايه، الثامن، الثالث. النهاردة وصلنا للسادس اللي هو فيه وضح بالرسم والشرح كيفية تخطيط الحملات الاعلانية. عندكم السؤال ده؟ هو اخر سؤال كان السؤال الثالث. تمام، يعني انا اقصد شوفوا اللي احنا النهارده وصلنا له كان السؤال الكام، خلاص، وحلوهم في الورق عشان يبقوا جاهزين مع البحث. بعد الميد ترم ان شاء الله هاخد منكم الحاجه برضو، هحدد لكم قبلها. خلاص، حد عايز اي استفسار يا شباب؟ الملحوظة اللي قلتها النهاردة ان اللي عندهم presentation يوم 28 هيقولوها المرة الجاية مع 21 عشان خاطر ما فيش الاسبوع اللي هو الميد ترم ما فيش محاضرة. خلاص، يلا اشوفكم على خير بقى ان شاء الله الثلاث الجاي. سلام.